بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزني إذا شئت سهلا. وبعد، انتهى بي الحديث في لقاء سابق إلى أن هذه المعرفة، وأن المنطق إنما له علم المنطق من حيث هو علم، إنما له هذه الوظيفة، وهي وظيفة محددة، وهي وظيفة ضبط الانتقال من المعلوم إلى المجهول فقط بكيفية مختصرة. للانتقال من المعلوم إلى المجهول هذه وظيفة وسبيل إلى تحصيل العلم. المعرفة كلها هي هذه. البشر الآن في المختبرات، في كل، إنما يفعلون هذا، يأخذون المعلومات ثم ينتقلون منها إلى المجهولات. تأخذ الشخص يزور طبيبا ما من الأطباء فلا يهتم بشيء كثير، يأخذ المعلومات، يطلب منه التحليلات، يطلب منه بعض الأشياء الضرورية، ثم وفق ذلك ينتقل إلى معرفة ما هو المرض، ما هي الأعراض التي تبدو عليه، اصفرار الوجه، عدم النوم، أو شيء من هذا القبيل. فيأخذ هذه التحليلات ويقرأها، أي بقدر ما يستطيع الإنسان أن يقرأ القراءة الصحيحة للتحليلات يكون أقرب ما يكون إلى توصيف العلاج الصحيح، لأنه يعرف المريض إذا وقف أمام طبيب وحكى له تحدث كثيرا هو يصيب ويخطئ، ولكن الذي لا يخطئ هو هذه الأشياء التي تفصح عنها التحليلات. التحليلات هذه كم نسبة السكر، كم نسبة كذا، ما هو ارتفاع هذه المادة، انخفاض هذه، انعدام هذه المادة، فهو يتعامل مع هذه المعطيات. من خلال تعامله مع المعطي يقفز مباشرة إلى ما يمكن أن يكون هو المسبب لهذا. بمعنى أن يكون لذلك الطبيب إذا كان ليس لا يعتمد التحليلات، أنا في نظري ليس طبيبا بالمعنى. نحن هذا ليس من ما يقول به علماؤنا، هذا علماء القدماء، أطباء القدماء كانوا يتحدثون عن التفسيرة. التفسيرة هي البول الذي يعطيه المريض للطبيب من أجل أن يفحصه. كان الطبيب يسأل مريضه أن يأتيه، يطلب منه أن يأتيه بتبول، فيأخذ هذا الطبيب هذا التبول ويحلله، أي نفس ما يبقى، إنما تتطورت الوسائل وإلا الفكرة واحدة، فكانت انطلاق من هذه. إن هذه المعرفة انتقال من المعلوم الذي هو مرئي إلى شيء مجهول هي حركة العلم تماما. ما هو العلم؟ هو هذا، هو الانتقال من هذا. الناس ينظرون في، مثلا كانوا ينظرون في الأجرام السماوية، في القمر، في كذا، في الأرض، وكانوا يفترضون أن هناك ظواهر معينة، هل فيه ماء أم ليس فيه ماء، هل فيه كذا أم ليس فيه كذا، فكانوا ينطلقون من هذا ثم يبحثون فينتهون إلى هذه النتائج، وبذلك وصلوا إلى أن يخترقوا الأجواء وأن يضعوا أرجلهم على القمر. ما كان لهم أن يضعوا أرجلهم على القمر لولا أنه كانت لهم معلومات وظفوها جيدا وانتهوا إلى النتائج، وهذه النتائج يسرت لهم ودفعت بهم إلى أن يذهبوا إلى القمر. معنى كل العلم هو هذا. ونحن الآن كما قلت في حياتنا العلمية الإسلامية دائما عندنا هذا التدرج. والفقه أنا كما قلت لكم علم الأذكياء، ماشي كيما يصورون بأنه محفوظات أبدا. وهناك قضايا معينة لا يمكنك أن تلم بها إلا وأن تفهمها إذا لم يكن لك ذهنية فقهية، ماشي غير أن تكون قرأ، أن يكون لك عقلية فقهية. وذلك حينما نقول في مصطلحاتنا إذا قيل مالك فقيه، الإمام مالك فقيه، ولكن كيف هو فقيه وقد سئل في أسئلة كثيرة، في نحو من 40 سؤالا فقال لا أدري في 36 منها. بمعنى ما معنى أنه فقيه؟ قالوا إننا لا نقصد بكونه فقيه أنه يلم بجميع جزئيات الفقه، وإنما له ذهنية
فقهية، عقلية فقهية، والعقلية الفقهية ليست عقلية كالعقليات الأخرى، هي عقلية محكمة ومنضبطة، وتبحث عن الدليل وتنتقل من دليل إلى الآخر. هذا معنى العقلية الفقهية. ومن لم تكن له عقلية فقهية يقول الشيء ونقضه. هناك من يقول يفتي بما هو ثابت، وهناك من يفتي بالخرافات والرؤى والأحلام والمنامات. يمكن يأتيك شخص تقول له رأيت فتفسيه، هذا ليس سندا للفقه. ما يشاهد الإنسان شاهده في وقت الغياب، ما كانش حاضر، كان غايب، فذلك لا يمكنك أن تبني عليه أنت علما وقل كنا رأيت تتبني عليه العلم. لا، هذا شيء خارج نطاق العلم، ولذلك لا يمكن الدفاع عنه. إذن أعود فأقول إن هذه المعارف التي يمكن أن نتحصل عليها، الإنسان يتحصل على معارف بعد هذه العملية، عملية الانتقال، وهذه النقلة المضبوطة المؤيدة، مؤيدة بالعقل بالمنطقي. هذه بعد هذه الرحلة ينتهي الإنسان إلى حقائق. هذه الحقائق في مجملتها تتنوع إلى نوعين، إلى معلومات من قبيل ما هو ضروري، وإلى معلومات أخرى هي كسبية اجتهادية نظرية. عندنا فرعان كبيران. الفرع الأول هو معلومات ضرورية، هذه من لطف الله تعالى بالإنسان أنه زوده بهذه المعلومات الضرورية، معنى أعانه على الاكتشاف، أعانه على البحث، أعانه على الوصول، لما أعطاه جزءا وحصيلة أولى هي حصيلة ضرورية، بمعنى علوم هي تلزم الإنسان كما قيل فيها، هي تلزم الإنسان لزوما لا يمكن الفكاك منه. أي هذه المعلومات هي معلومات لازمة تلزم نفس الإنسان بطريقة لا يمكنك أن تتخلص منها أو أن تتبرأ منها أو أن تنفصل عنها، هي لا جزء من ذهنك ومن عقلك. هذا توصيفها. هذه المعلومات هي معلومات ظاهرة، لذلك يسمونها معلومات اضطرارية، هم يقولون ضرورية واضطرارية أيضا، أي إنسان مضطر إلى أن يصل إليها، مضطر ليس مختارا، مضطر. فمثلا معنى الوجود والعدم، موجود أو غير موجود، هذه مسألة من غير دخول في فلسفة الوجود وما يقصد بالوجود في الفلسفة وما يقصد به تهنا عندنا في المنطق، سأبين لكم وسأذكر لكم معنى الوجود، لأن الوجود من مباحث علم المنطق أيضا، الوجود من مباحث علم المنطق أيضا. وحينما نصل إن شاء الله إلى أحكام العقل، وأنتم سبق لكم أن قرأتموها، ربما مررتم عليها مرور الكرام في مقدمة ابن عاشر، وما أعظم ما ورد في مقدمة ابن عاشر من هذه الأحكام، كثير جدا هي. وحكمنا العقلي قضية على بلا وقف على أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب استحالة الجواز. هذه سأذكرها إن شاء الله لتعرفوا ما معنى الوجوب في العقل، ما معنى الاستحالة في العقل، ما معنى، وكل معارف البشر مندرجة في هذا. إذن فأن تعرف هذا أن هذا موجود أو معدوم، هذه معرفة ضرورية. معرفة الذات، أو ما يسميه كان يسميه المناطق ويسميه الفلاسفة قانون الهوية، قانون الهوية، أي أنت لا يمكنك أن يشتبه عليك الأمر في نفسك في ذاتك، أنا هو هذا. فلا لو حاول شخص بأي طريقة أن يوهمك أو أن يوصلك إلى نتيجة أخرى ما استطعت أن ما كان له أن يصل إلى شيء. فأنت تؤمن بأنك أنت موجود، فأنت موجود. فإذا فقد الإنسان العقل وأصبحت تلتبس عليه هويته المادية، أما المعنوية الآن معروفة، أن أصبح الناس تلتبس عليه من الهوية، لا يعرف الإنسان من هو من ناحية المعنوية، من أنت، أي تيار تأخذ، أي انتماء لك، أي هذا مسألة أخرى ولكننا لا نتحدث فيها الآن. ولكن الهوية معناه أنك يقع لك ما وقع عليه. العرب كان لهم دائما أشخاص يعرفون به ببعض الحالات، أو يضعون على أساس أنهم عناوين، مثلا
كرام كان دائما موصوف يوصف به حاتم ها، ويداق إذا أرادوا أن يصفوا إنسان قالوا أكرم من حاتم مثلا، هذا بالنسبة أبخل من ها ماذير إلى غير ذلك. وكانوا يقولون أحمق من أهب النقة، أحمق من هذه الصيغة ماشي عربية سليمة، لأن أفعال تفضيل لا تصاغ من جميع الأفعال، ولكن لا أدخل في هذا في النحو. كان هذا الرجل كان أحمق، وكان تفوته الأشياء الهينة، ويقال إنه كان يعرف نفسه أو كان يعرف نفسه بقلادة، وضع في عنقه قلادة بها يعرف نفسه أنه هو فجاء أخوه وهو لا يعرف هذه الحقيقة فأخذ قلادته، كان نائما، فأخذ قلادته ووضعها في عنقه هو، فلما أفاق نظر إلى القلادة ولا يعرف نفسه إلا بالقلادة، فنظر في القلادة فوجدها في عنق أخيه، فقال له أنت أنا، أنت بما أن القلادة عندك هي لا تكون إلا أنا، وأنا من أكون؟ وقع عنده واحد زيد، أنت أنا وأنا من أكون، بمعنى أن هذا وصل النهاية في الحمق وفي فقدان هذه الملكة، وهذه مسألة مهمة جدا. هذا لأننا الأحكام الشرعية عندنا تترتب أو تنبني على هذه الصفة، وهناك إعفاء وهناك أشياء متعددة متعلقة بضرورة توفر الإنسان على هذا. فهذا الذي يسمونه مجنونا أو النبي صلى الله عليه وسلم سماه مبتلا حتى لا نحافظ له على نفسيته، اهتم به الفقهاء. هذا كتاب المجانين، عقلاء المجانين، تعرفون هذا الكتاب ليس كتابا في البداية توصيف لأنواع هؤلاء، أي لو قرأتم اطلع هذا الكتاب، ويجب أن نقرأ هذه الثقافة، يجب كأنك الآن في مصحة بالمصحة، أي هؤلاء الذين يسمون عموما بأنهم فاقدوا العقل أو مجانين ليسوا بمستوى واحدا، فيهم درجات وفيهم حالات وفيهم أوضاع، ولهم أسماء، هذه الأسماء أسماء المجانين أكثر من 30 اسما، أكثر من 30 اسما، فكل اسم يدل على حالة معينة، وهذا من دقة اللغة العربية ومن ضعفنا نحن أننا فرطنا في هذه الأشياء، فأصبحنا نجمع الأشياء كلها في تحت اسم واحد. ونحن نقول بالعربية الآن التي تعمل بها مع الأسف الشديد نسميها بمسمى واحد، وهذا خطأ في التعبير أيضا، المسمى هو ما يسمى، ولكن نحن نسميها باسم، الاسم والمسمى ليس شيئا واحدا، كل الناس يسمونه بمسمى واحد، يقولون نطلق عليه مسمى واحدا، لا، نطلق عليه اسما واحدا، وما يقابل الاسم هو المسمى. ففي التعريف ديال باش ما تمشيوش مع، لأن هذه الأشياء تدخل الأذن وتستقر بكثرة التداول والاستعمال. قلت إن هذا القانون، قانون الهوية والذات، قانون واضح، ولكن حينما يفقد الإنسان العقل، إذن هذه الجزء أكبر من الكل، أقل من الكل، والكل أكبر من الجزء. مثلا هذه حقائق واضحة جلية نسميها ضرورية، وفي مقابلها حقائق أخرى هي الاجتهادية النظرية التي يأتي الحديث عنها. هذه الحقائق الضرورية لا يتعب العقل في الوصول إليها، ولكن لابد أن توجد شروطها كذلك. طبعا الناس يتحدث بعض كتب المنطق لا تزيد على هذا، ومنهم مثلا كتاب السلم نظري محتاج للتأمل، وعكسه هو ضروري والجلي، هذا تعريف عادي. ولكن الذين توسعوا من علماء المنطق قالوا هذا صحيح، لكن ما كل شيء نظري ضروري تصل إليه إلا بتوفر شروطه. والشرط الأول أول الانتباه، أن هذا الإنسان حينما يضع ذهنه أمام الشيء يمكن أن يصل، لكن إذا كان الإنسان ينظر ولكن هو مشغول بشيء آخر، يتكلم في حديث آخر أو يفكر تفكير آخر، أو ولو كنت تحدثه أنت فهو لا يصغى إليك. هؤلاء الذين تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون،
هؤلاء الذين تحدثهم ولا يسمعون. لماذا؟ لأن ذمتهم همتهم ليست متوجهة. فإذا كان الإنسان غير ملتفت إلى الشيء لا يمكن أن يحصل منه شيء، مهما يكون ذلك الشيء ظاهرا وجليا فإنه لا يستطيع. ولذلك نقول بالنسبة لطالب العلم، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا يجب أن نهتم بها حينما نتحدث عن العلم، أي أننا نتوجه إلى العلم نبذل أقل جهد ثم نحصل أكبر شيء. الطالب إذا كان يجلس بحيث هو الآن مشغول بغيره، مشغول بالهاتف، عنده الهاتف معه، عنده كذا عنده كذا، فيه أشياء أخرى، هذا ما راهش طالب، هذا راه جالس وصافي، لا تسميه طالبا. فحتى يقع له الفهم لابد أن يحشد ذهنه ويركزه على الشيء وعلى الدرس. وذلك هذا مسألة تعرفون في آداب الدروس، ونحن عندنا كتب كثيرة في آداب الدراسة وآداب العالم والمتعلم. اليوسي له كتاب آداب العالم والمتعلم مهم جدا، وأكثر ما يقال الآن هو مدروس عندنا في ثقافتنا، إنما أعرضنا عن ثقافتنا ثم صرنا نسبها ونتهمها وهي غائبة. كتاب أدب العالم المتعلم وقديما عندنا دائما مؤلفات تتوجه، فلذلك بقدر ما تتوجه أنت تحصل. ولذلك حتى في القرآن لما نقرأ القرآن هناك آداب، هناك آدابي مثلا التهمم والتوجه إلى جهة معينة، التوجه القبلة، لماذا نتحدث عن الوضوء وكذا، كل ذلك إنما هو حشد للطاقة حتى لا تتبعثر الجهود، لأنك لا يمكنك أن تقوم بعملين في لحظة واحدة. فكل ذلك هذا شيء مهم جدا في التعلم. أنت حينما تريد أن تتعلم فتجلس جلسة المتعلم، ماشي لنا نعس في الفراش وتستنى تقول قريت وعاد الدرس، راك في الفراش راه هذاك تمهيد للنوم ماشي للعلم. كي تكون في الفراش راك تستعد للنوم ماشي اما العلم يجب ان تستعد وتتاهب ثم يفتح الله عليك بما يشاء، اما من غير ذلك فلا. ونفس القضيه بالنسبه للقران وغير ذلك وفي ذكر الله وما الى ذلك، لا بد من استجماع القوة. وهذا مسألة في كل العلوم، في الطب، في الهندسة، في الفقه، في كل علوم. الذي يكون مشتت الذهن لا. ولذلك كان الناس يفهمون أن الإنسان حتى من ناحية التعلم يجب أن يفرغ ذهنه من اهتمامات أخرى. وكان يقال أبو حنيفة يقول لو كلفت بشراء بصلة ما فهمت مسألة. لو كان في ذهنك أن تشتري لأهلك بصلة ما فهمت مسألة، لأنك تكون مشغول بالبصرة لا بالمسألة، وبالتالي يقل. وهذه مسألة مهمة. ثم الأمر الثاني وهو سلامة الذهن نفسه. الذهن يجب أن يكون سليما. إذا كان في الذهن خلل بسبب عارض أو بما فاعلم أنك لا يمكنك أن تدرك الأشياء. مثلا الإنسان ربما هو في حالة مرضية أصبح يفقد فيها تقريبا وعيه، هل يقول له واحد الإنسان أنا مررت أمامك أو هدرت معك، يقول له أنا قاع ما شفتكش، ها يقول له أنا قاع ما شفتكش، لأنه كان مشغولا بشيء آخر. هذا الذي قاله له لعله جميل بوثينة، معنى أننا مر به بناس هم في المسجد يصلون ولم يره، لم يرهم، مروا قالوا له مرت بنا فلم ترنا، قال كنت مشغولا بشيء آخر بما في ذهني، وأما أنتم لو كنتم مشغولين بما أنتم فيه ما رأيتموني أيضا، أنتم كنتم تصلون ورأيتموني وأنا كنت ذاهبا ولم أراكم، لأنني كنت مشغولا في شيء آخر، أنتم كنتم لم تكونوا في صلاة حقيقية. إذن فهذا الأمر مهم جدا في استجماع في تحصيل هذا الشيء الذي هو ضروري. إذا لم يكن للإنسان عقل في، إذا لم تكن قد أصيب بآفة فهذا مسألة أخرى. كذلك من الشروط السلامة من الشبهة، وهذه ذكرها بعض المناطق، وشيء
شيء يقع خفيف الحقيقة في التق. هناك بعض المرات معرفة ضرورية واضحة، مثلا الموجود والمعدوم، موجود ومعدوم، ما فيه شيء، ما هو موجود إذا كان موجودا فليس معدوما، إذا كان معدوما فليس موجودا. هذا العلاقة التي بينهما، هذه علاقة سنرى نسب الأشياء، علاقة تناقض ماشي تضاد. هناك الضد والنقيض، ضدان هما يقولوا لا يجتمعان، يقولوا أيضا ولا يرتفعان، ضدان لا يتفقان ولكنهم أيضا لا يرتفعان، لا يبقى واحد منهم موجود أو معدوم. إذا كان موجودا فليس معدوما، لا بد أن يكون أحد الحالتين إما موجود وإما معدوم. هذا نقول لا ضدان لا يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان. هذه مسألة. فإذا أنت مثلا درست مثلا الوجود والعدم، ما هو موجود وما هو معدوم، والمعروف ما إذا كان موجودا فليس معدوما، إذا كان معدوما فليس موجودا. هناك أناس بحثوا هذا الموضوع الوجود والعدم وانتهوا منه إلى فكرة غريبة. في قلة من العلماء أو قلة من المفكرين من قال، أنا أذكر هذا لأنكم أنتم طلاب علم،